الخوت والخوتات، السلام عليكم. من خلال الصور اليومية عبر الصفحة الرسمية للرجاء بالفيسبوك، تصادفت مع منشور كيشير لصعود اللاعب طه أشبيلي للتدرب مع الفريق الأول. وأول سؤال تبادر لذهني هو علاش تعطل طه باش يطلع على الأقل يتدرب مع الكبار هذه المدة كاملة، علما أن السن ديالو ماشي صغير بزاف. طه غادي يكمل 21 سنة في شهر يونيو القادم. وبما أنه كان دولي رسمي مع منتخب أقل من 20 سنة واللي شارك معه بكأس العرب وبإقصائيات كأس أفريقيا، وشارك أيضا بنهائيات كأس أفريقيا أندر 20 اللي تلعبت في موريتانيا. والسؤال هذا غيكون عنده معنى أكبر منين تفكروا بلي لاعبين في السن ديالو فئة الأمل شاركوا مع الفريق الأول ومنهم اللي لعب ماتشات رسميين مع الرجاء بحال عبد الله فرح، سفيان بن جديدة، صلاح الدين عميلة، أيوب شبوط وغيرهم من اللاعبين. ومن خلال هذا الفيديو غنحاولوا نوقفوا على اهم مميزات طه اشبيلي، ولو ان الماده البصريه المتعلقه بفريق الامل وبالفئات الصغرى عموما ناقصه، لكن من خلال ما شفت مع منتخب الشباب وبعض اللقطات مع فريق الامل غنحاول برفقتكم ناخذ فكره على اشبيلي ولو بشكل عام ومختصر. طه كيشغل مركز وسط ميدان ربط، ممكن يلعب حتى قدام الدفاع، وممكن ايضا وكيف ما شفتوا مع منتخبات الشباب يلعب حتى كوسط طرفي. وهنا فين غيجي اقتراحي المتواضع في الاخير لتغيير مركزه. اول ميزه واللي باينه بالعين المجرده انه من النوع اللي كيتحرك بزاف وعنده حجم لعب كبير. هاد الصفه غتخليه يشغل اي مركز في وسط الميدان. الرجل المفضله عنده هي الرجل اليمنى، لكن كيستعمل رجله اليسرى بكل سلاسه حسب المواقف اللي كيتعرض لها. كيبان ايضا بلي عنده جوده في التمرير وكيفضل يكسر الخطوط. الميزة الثانية واللي هي مهمة أيضا واللي كنشوفها ناقصة في الفريق الأول هي تنفيذ الكرات الثابتة. طه منفذ جيد لضربات الأخطاء خصوصا المباشرة. تصادفت ليه من خلال اللايف مباشر مع ضربة خطأ مباشرة سجلها في بطولة الهوات. والتسديدة اللي فيها سويرف مع القوة غالبا كتجي من رجل حريفية ما فيهاش تساطح. المركز اللي كيشغلو طه واللي ميل لدور الربط ما عندناش فيه نقص كبير في الفريق الاول للرجاء، لكن طه ممكن يتوظف كصانع لعب او كلاعب طرفي فليسر حيت عنده حجم لعب كبير وجوده في التمرير وتنفيذ الكرات الثابته. نعطيكم مثال بسيط، زريده اللي بان في الرجاء كلاعب ربط بنزعه دفاعيه هو اليوم جوكر بسبب حجم اللعب ديالو وبسبب المرونه ديالو في شغل مركز طرفي. يعني ممكن طه يكون ليه دور الى تستخدم في ظروف مريحه وبتدرج سليم. وبيني وبينكم حنا في وقت محتاجين فيه لاي دعم ممكن يجينا من فريق الامل خصوصا في الاطراف. وبهذه المناسبه كنتمنى ايضا لعبد الرحمن اكدي وريده ماجي انهم يطوروا مستواهم باش يلعبوا في الفريق الاول في ظل المعضله اللي عندنا في الاطراف ومنذ مده طويله. مع الاشاره لان طه شارك مع الفريق الاول في المباراه الوديه اللي تلعبات بمركب الوزيز ضد النادي الرياضي السالمي، واللي من خلالها طه عطى تمريرات الهدف اللي سجلوا ايوب شبوط. وهذا معطى كيأكد اللي قلته سابقا وانه لاعب عنده جوده في التمرير ممكن يتوظف ايضا في صناعه اللعب. في الاخير كنتمنى التوفيق لطه واي لاعب من الامل ممكن يعطي اضافه للفريق الاول. وماشي عيب هاد الوليدات الصغار الا كانوا مازال ما واجدينش يبقاو يلعبوا مع فريق الامل في بطولات تنافسيه بحال بطولات الهوات، ولا يمشيو يديروا اعارات باش يكسبوا تجربه واحتكاك ويرجعوا اقوى ان شاء الله. الى كملتي هذا الفيديو حتى الاخر ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه الى مازال غير مشترك.